The head that once was crowned with thorns is crowned with glory now. The Savior knelt to wash our feet. Now at his feet we bow. The one who wore our sin and shame, now robed in majesty. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Fear that held us now gives way to Him who is our peace. His final breath upon the cross is now alive in me. By your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. By your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. That in your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. By your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. Soldiers watched in vain, was borrowed for 3 days. His body there would not remain. Our God has robbed the grave. Our God has robbed the thank you.
face of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. اخوتي بكنيسة الله سيوفي، مشتاقة لكم. كل يلي عم يشاهدونا على الفيسبوك، حييكم بسلام ومحبة المسيح. صباح احد مبارك للجميع. رجعنا مثل الاول. من اول ما بلشت قصة الكورونا اجى على بالي هالمشهد من خروج 12، لما الرب بيقول له لموسى خلي كل عائلة تاخد خروف وترش دم على القائمة العليا والقائمتين السفليتين ويفوتوا على بيوتهم. يكون لكم الدم علامة. ودخلوا، نحن دخلنا اليوم على بيوتنا مع عيالنا، والبعض منا يمكن لحاله. رشينا دم يسوع على بوابنا. يا ريت منتحد هيك مع بعض ومنمسك ايدين بعض ومنصلي، منتخيل هالمشهد. القصة قصة حياة او موت، صوت بكاء وصراخ في الخارج، ولكن في الداخل في سلام وفي شكر وفي محبة، اعلان محبة بعضنا للبعض. شكرا لك يا رب، لأنك هيدا منزلك. إن أحبني أحد يسمع كلامي إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. هيدا البيت بخصك يا رب، دمك مرشوش يا يسوع على بوابنا. عيلتنا بتخصك. شكرا لك يا رب، لأنه أنت يا رب ماسك بزمام الأمور، وشعر من رؤوسنا لا تسقط إلا بإذنك. نعلن يا رب عن جديد محبة جديدة لإلك وكبيرة يا رب، ومنعلن محبتنا لبعضنا البعض، محبتنا لعيالنا بالأول يا رب، ومحبتنا لجيراننا لقريبنا وكل من حولنا. شكرا لإلك يا رب، لأنك جعلتنا بركة تتبارك بك جميع شعوب الأرض. شكرا لك يا رب، لأنه جعلتنا مصدرين للبركة، وجعلتنا نور ومنارة في كل مكان موجودين فيه. إلك كل المجد باسم يسوع، أمين. القراءة لنا من إنجيل لوقا بصحاح 18 العدد 18، لتعزيتنا ونتشجع ونتقوى. سأله رئيس قائل: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد، وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك. فقال: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فلما سمع يسوع ذلك قال له: يعوزك أيضا شيء، باع كل ما لك ووزع على الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع ذلك حزن، لأنه كان غنيا جدا. فلما رآه يسوع قد حزن قال: ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت السماوات، لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله. فقال الذين سمعوا: فمن يستطيع أن يخلص؟ فقال:
غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. كمان عندنا قراءة تانية من إنجيل لوقا كمان إصحاح 19 العدد الأول. ثم دخل واجتاز في أريحا، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا، وطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة، فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل لبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ربي يبارك هالكلمة لحياتنا. برأيكم أخوتي، شو حاجة هالشاب الغني وزكى ليسوع؟ إذا كانوا مكتفيين وما في شي ناقصهم، ليش واحد راح حزين والتاني قبل وراح فرحان وحصل على خلاص في بيته؟ الموضوع بسيط، وهيدا عنوان هالفكر يلي بدي شارككم اياه، وبيتلخص بكلمتين: إرادة لكن ما بتكفي لحالها، المبادرة للتغيير. الإرادة والمبادرة للتغيير. مش كل يلي سمعوا الكلمة قدروا يفهموا ويطبقوا يلي سمعوه. البعض قبلوا وراحوا في عملية التغيير، والبعض كان صعب عليهم حتى صارت الكلمة مثل مطرقة وزعجت دينيهم. ومثل ما كان بالماضي نفس الشي اليوم، عم بقل عدد الناس يلي عم يقبلوا الحق ويبادروا ليتغيروا، مع انه الكل عم بيحكي بالحق والكل عم بيحكي بالتغيير. حادثة هالشاب الغني وحادثة زكا بتشكل مثال لمبدأ أساسي بعلاقتنا بالله. رسام مشهور حط لوحة في معرضه وكتب تحتها: يلي بيشوف شي غلط بهاللوحة يحط علامة. بعد فترة قصيرة بيرجع بيلاقي اللوحة مشوهة. رجع رسم نفس اللوحة، ولكن كتب هالمرة: يلي بيلاقي شي غلط بهاللوحة يصلحه. بعد فترة رجع لقى اللوحة بعدها مثل ما هي. كتار يلي بينتقدوا وبيتذمروا، ولكن قليل يلي بدهم يصلحوا أو يشتغلوا على حالهم ليتغيروا. إذا اطلعنا على وضع الشاب الغني وزكى، أصحاب مراكز، أصحاب أموال، شو بيعني هيدا؟ المنطق يلي نحنا منحكي فيه اليوم على وضعنا المأساوي، على الوضع الاقتصادي، على الفساد، منقول كنا شو عبالهم، ما في شي ناقصه. ولكن الظاهر لا المال ولا الجاه بكفه. الشاب الغني اجى لعند يسوع وعنده حاجة أكبر بكتير من يلي عنده. الشاب الغني اجى لعند يسوع وسأله عن الحياة الأبدية، ويلي قال له يا يسوع أمر ما في جدل: روح بيع مالك ووزعه على الفقراء ثم تعال اتبعني. وكان هيدا تحدي، تحدي كبير، والهيئة ما قدر يعمله.
كان عنده حاجة وكان مستعد للمواجهة وكان عنده الإرادة، ولكن ما قدر يعمل على حاله تيلتزم بهيدي الإرادة، وكان بيلزمه شيء يتحدي تيلتزم. وما بعرف إذا كان الطمع أو خوفه على مصرياته يلي منعه، مع أنه كان محتاج للحرية، ومع أنه ادعى أنه هو حفظ كل الوصايا، ولكن الهيئة بأول وصية ما كان أبدا ما قدر يطيع: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، خروج 20:3. ويا الرب يسوع أكيد وضح له الشيء اللي منعه أنه يقدر يلتزم، ولهيك ذهب حزينا، ضل متمسك باللي عنده وضل مثل ما هو. أما زكا ما قال أنا بدي أتغير، ولا قال أنا بدي توب. شو قال؟ أنا محتاج شوف يسوع. يوحنا 14:18 قال فيليبوس: يا سيد أرنا الآب وكفانا. بجاوب يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني. يا زكا أنت عندك اشتياق؟ أنا عندي أكتر. بيقول له يسوع: انزال، أنا مشتاق حتى أشوفك، أنا مشتاق إنه صوت بيتك وأكل معك وأحكي معك وتسكن معي في السماء للأبد. إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي. واشتياقي لإلك أكتر بكتير من اشتياقك. هيدي هي محبة الله إلنا. 1 يوحنا 4:10: ليس نحن أحببناه الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. طيب يا زكا، ما خفت ولا استحيت من الفضيحة؟ ما خليها بينك وبين يسوع لوحدكم؟ لا 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 لا، مش خايف ولا مستحي، لأنه يلي لح أحصل عليه من يسوع أهم بكتير من الفضيحة. أنا موجوع، أنا تعبان، أنا مربط. يا ريت كل واحد منا يقول ويحط شو هو والوضع يلي هو فيه، ويلي لح أحصل عليه اليوم أهم بكتير من أي فضيحة ومهما كلفتني وشو ما كانت التحديات. تحديات كتيرة قدامك يا زكا، قصير، في جموع كتيرة، مش لح تقدر. لا لا لا، أنا طالع على الجميزة، بدي شوف يسوع، ما في شي لح يوقفني. وكان عم بيحكوا عليك، قالوا دخل إلى بيت رجل خاطئ. ما بهم ما بهم، يسوع قال للشاب الغني: ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. كلنا يعني كلنا، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. بالنعمة نحن مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منا، هو عطية، عطية الله. بنهي أخوتي، إصلاح الخارجي ببلش بالتجدد الداخلي. زكا عرف حاجته الحقيقية يلي ما قدر تشبعه لا ماله ولا مركزه. اعتبر لقاءه بيسوع فرصة ذهبية ما بتتعوض، وأراد من كل قلبه واغتنم هيدي الفرصة. ما ضلت أمنية، بل أراد تدخل سريع، بيدر بقرارات جدية. ما حدا اجا قنعه، ما اجا سأل بوزع ما بوزع، بعطي ما بعطي، لا دغري قال انا بعطي نصف اموالي وبعوض اربعة اضعاف. تحدى كل الموانع لحتى يحصل على التحرير. اخوتي، بعضنا ما بيفرح بالتغيير،
منحب نضل على يلي تعودنا عليه. والله بريد انه نتغير. يا ريت نرفع قلوبنا ونتحد هيك مع بعض ونصلي نقول له يا رب اعطينا نكون جديين بقراراتنا ونكون فعالين بالتغيير يلي عم بتقودنا عليه. باثنين كورنثوس 3:18 ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الروح. أمين. ربي يبارككم.